اول ما توليت المسؤوليه البعض راح جاري وقال لك خناقه بين كولر ورمضان، وكولر مش عايز رمضان يقعد على الدكه، ورمضان مصمم على صلاحياته، ولكننا شفنا الحقيقه في البطوله واضح ان الروح جيده، التفاهم جيد، التعامل جيد جدا بينك وبين مستر كولر. هل ممكن تحطنا في الصوره اكتر شويه يا كابتن رمضان؟ والله يعني ما اعرفش هما جابوا الكلام ده منين، يعني لان كولر ملوش راي في هذا الامر اصلا. يعني الكابتن خطيب جه واتكلم وقال انا المشرف على الكوره وبمثل مجلس الاداره. نعم. قال الكلام ده لكولر وقالوا ليه للعيبه. بس لكولر لوحده وللعيبه لوحديها. نعم. فلما كلم كولر بيكلمه بيقول له ان ده بيمثلني انا. نعم. طب فين راي انا كولر في هذا الامر؟ انت فاهم يا شوبير؟ يعني الموضوع ما اعرفش جابوا الحاجات دي منين، فبالتالي على المدير الفني يلتزم ب كلام او باوامر رئيس النادي. نعم. وهو الراجل الحقيقه شديد الادب وشديد الالتزام يعني للامانه. انا بقول لك يعني الموضوع ما اعرفش يعني جابوا الحاجات دي منين، حاجه غريبه يعني مش طيب. فبالتالي مش عايز ابغي في حاجه هي اصلا ما حصلتش. فانا هبقى يعني عايز ادافع عن ايه؟ مش يعني ما اعرفش. ده صحيح يعني ده صحيح. حاجه ما مرتش علينا انا وهو وكلك اصلا في الموضوع. طيب. واللقطه اللي هي موجوده في اللي الناس جابوها ما اعتقدش ان انا وكولر بنمثل يعني، لا او عارفين ان في كاميرات. انت بالتحديد ما بتعرفش تمثل.